كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. أولا أحييكم وأفتخر بكم وأقول إن الشعب المغربي رغم كل ما يتعرض له من محاولة إفراغه، إفراغ الذات الفردية والجماعية من مؤهلاتها بهذا التكريم في هذا اليوم، أعتبر أننا جنس لا يقبل الانقراض أبدا. لهذا في هذه المناسبة التي أرجو الله سبحانه وتعالى أن يباركها، أولا للاحتفال بالإعلان الرسمي لجائزة خنتة بن نونة للبحث العلمي. هذه الجائزة التي عملت من أجلها المستحيل وحلمت بإنجازها منذ أواخر الثمانينات، وحقق لي الله سبحانه وتعالى هذه الرغبة مؤخرا داخل هذه السنة. اعتكفنا أنا ومجموعة من العلماء وحصلنا على الرخصة المؤقتة ثم على الرخصة الرسمية، ذلك أنني امرأة مسكونة بحب الله والوطن والملك وحب المعرفة، وهذا ناتج عن تربية والدي الروحي سيدي علا الفتي زعيم الزعماء، وعن الجينات في داخلي لأنني أنتمي لأسرة ساهمت دما ولحما ومالا في تأسيس الحركة الوطنية وفي المقاومة، سواء بالحكم بالإعدام أو بالسجن أو بغير ذلك، لدرجة أن أرض أجداد والدتي وخالايا هي الأرض الأولى التي انطلقت فيها أول رصاصة لجيش التحرير في الريف بقيادة البطل المغربي العظيم المرحوم والمغدور به وبسمعته الأستاذ والبطل عبد القادر أشتاط رحمه الله. إذن أنا طفولتي، قبل طفولتي تشكلت في بطن والدتي المرأة الوحيدة في المغرب التي أعطت أرضها لله والوطن لكل من يحمل السلاح ضد الاستعمار. هذه المرأة الوحيدة التي كتب عنها حينما توفيت عنها أنها أعطت ما كان يمكنه بها ما يمكن به أن تشتري نصف الدار البيضاء، وما أخذت شيئا وما أخذت أسرتي شيئا، ولكن تشكلت في بطنها، في بطن امرأة مقاومة. وبعد ذلك تشبعت روحي بالحكاية لهذه الأسرة التي قتل من قتل فيها وعري من عري فيها. هكذا تشكلت هذه الطفولة عندي، فلهذا أصبحت أنتمي إلى هذه الأسرة وأنتمي إلى هذا الزعيم الوطني، وأنتمي ليس قلما فحسب ولكن قلما وفعلا ونضالا في مشارق الأرض ومغاربها. إذن أرجو هذا الجيل كما تعلمنا نحن من الجيل الذي سبقنا أن يتعلم هذا الجيل منا وأن يكون وفيا لهذا الشعار العظيم: الله، الوطن، العلم، المعرفة، الإنسانية. لهذا أنا أضع هذه الأمانة التي ما عملتها أي امرأة في العالم العربي، وهي مؤسسة خنتة بن نونة، وأنا امرأة لست ثرية ولكن بعت كل ما أملك وبمساعدة الإخوان العلماء فحسب، ليس ماديا ولكن علميا، أضع هذه الهدية أمانة في عنق كل مغربي شريف وطني مناضل يحب الله والوطن والعلم والمعرفة.